فيكم في بعبدة. هذا الصرح اللي جعلت منه إرادتكم صرح البطولة والعنفوان. هذا الصرح يلي أنتوا سياجوا، أنتوا قوتوا، وأنتوا بتجسدوا أمنياتوا وإرادتوا. سيلكم وظهوركم عبر سكايب إذا كنتم من خارج لبنان، لأنه بعرف أنه كتار بعضهم سهرانين حتى لو في فرق بالوقت، لا يتواصلوا معنا ويعبروا عن فرحتهم. صار وقت هلأ جريدة اليوم. بهالفقرة بصرنا نستضيف معنا باستوديو نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية الأستاذ رومل صابر. صباح الخير. صباح النور لكم للمشاهدين. كيف متوقعين الحشد بكرة؟ عظيم أكثر من مثل شعب لبنان العظيم. مثل شعب لبنان العظيم مستنزين حشد كبير. الله راد رح يتفوق أكيد اللي عملناه ب 16 شهر بذكرى 13 20 اللي عملناه نحن أحد 16 20 كان محصور بالتيار الوطني، صار هلأ صار لكل الشعب اللبناني بكل الطوائف والألوان والمذاهب والمناطق والأعمار وكل. صح بالضبط 100%. هذا للبنانيين، هذا احتفال لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون وصوله على سدة الرئاسة. هذا لكل لبنان، هو بي الكل مثل ما عم نقول، وندعي كل اللبنانيين يشاركونا. نحن من المنظمين لهذا، وكمان بوقت نفس الوقت في خط رفيع، يعني في فاين لاين بين تنظيمنا لنا ووصولنا على الطرقات وعلى المواقف. صحيح. وفي القصر الجمهوري هذا نحن أول حاجز، نحن حرس الجمهوري هو يلي بنظم، وكل العالم بتتأيد بالتعليمات بتنعطى، ورح يكون في كذا حاجز يعني للتفتيش وللشهادة. يعني نحن مهمتنا بتوصل للمواقف ولركن السيارات، وللعالم بقى تجي متأملين يعني عالم تجي ماشي كمان محلات بعيدة، يعني لأن بده يكون في زحمة سير كتير. شو اللي تغير بين العماد عون اللي كان يطل بآخر الثمانينات وبداية التسعينات والعماد عون اللي رح يطل بكرة رئيس للجمهورية؟ مثل ما عم نشوف بهول الصور من الثمانينات المشهد ذاته رح يتكلم. في كتير منا نحنا يمكن شهادتنا مشروحة. صح. بس الجنرال مثل ما بعده كان كاريزماتيك، بعده لهلأ قائد عظيم. وبتعرف انت العظماء بيمرقوا بالتاريخ قليل كتير. القوة اللي عنده اياها الجنرال والكاريزما اللي عنده اياها، انت كان يقلنا نحنا عندك خيارين بالحياة، يا بتيأسي ويعني بتطمي حالك بكير بتدفني حالك بكير، يا بدك تثوري وتجني. بهو اختار الثورة والجنون. هيدي بحد حالة انت فيك تثوري سنة سنتين ثلاثة خمسة، بس تثوري 26 27 سنة نفس طويل. هيدي القيادة. بس on top of this يعني هو ثار وجنن وراه ميات الألوف ضلوا. يعني هيدي القيادة، هون القيادة والعظماء كيف بتوصفيهم أنت. يعني أنت شخصيا عندك هالنفس يمكن وعندك هالقدرة، بس ضل العالم ماشي وراكي. كان اول شيء بلبنان بس ما تعبوا، لا اكيد، بس صارت عم تحكي انت ميات الالوف والملايين اللي عايشين برا باوروبا بامريكا باستراليا بالخليج باسيا، يعني اللي ضلوا تابعين ومأملين حاملين مشعل الامل انه في وصول للقياده، في وصول لتاسيس دوله. يعني هيدي العظمه. وانا بتذكر كنت بالجامعه بامريكا بسان فرانسيسكو، عزمت باخر السبعينات، كانت عزمت على عيد شكر عند شاب زميلي بالجامعة، كان سابت حد رجال كبير قاعد حد بالطيارة عم بيحكيني منين انت من شايف عندي اكسنت كتير هيفي، بقلت له من لبنان وهيك، بقى صار يقول لي شو بدك تعمل مستقبل ولازم كذا، وقعد يوصف لي بعدني بتذكرها راسخة بهيك وات از ا جريت مان، شو هو الرجل العظيم؟ الرجل العظيم هو يلي بخلي العالم اللي حواليه يحسوا عظماء. هيدا الجنرال، هذا الجنرال يلي خلى كل شخص قوتنا منه. exactly. هذا الجنرال يلي خلى كل العالم اللي حواليه تحس انه هن عظماء. هون بس بدي اخبر شغله، هذا الليدر حضرتك كنت بجلسه انتخابه
للعماد عون بوقت كانت عم بتصير القصص تتوالى الأحداث و128 ظرف لمرتين وصار القلق على وجوه العيلة على وجوه كل الصحفية. بتذكر مشهد ما بيروح من بالي يمكن هذا المشهد بيترسخ من جلسة الانتخاب عقد ما ترسخ خطاب القصم والحلف اليمين انه بهذا الوقت بوقت كل العالم الآن وعم تسأل شو عم بيصير ليش عم بيصير هيك بيطلع العماد عون لفوق باتجاه العيلة وبحييهم بوقت كان مع الابتسامة ومع الهدوء اللي عوجه هالشخص اللي يمكن بهاللحظة هو بحاجة لمعنويات كان عم يعطي هو المعنويات وكان هو مصدر القوة للجميع. يعني بصفتي انت بطريقة تانية انه قائد عظيم. ما تحرك أبداً. باللي صار اللي صار تحت صح. انا بأسف كقيادي بالطيار ومسؤول بالطيار شوف ناس يلي هني مسؤولين عني وعن ولادي وعن احفادي هودي يلي بيعملوا legislation يعني بيعملوا تشريعات للبلد قادوا حمله مثل هيدي يعني نحن كنا بتذكر بالمدرسه وقت كنا بالسيرتيفيكا كنا نقول له عريف او عريفه ننتخب عريف أو كنا دليجي هلا بيقولوا له على النيو تكنولوجي كنا نقول له عريف نحن وعاده ينقوا يلي هو اكثر شيء مشاغب حتى يهدي الصف كنا نعمل طريقه احسن من هيدي يعني عيب اللي صار بس على كل ان انتهينا كان جلسة كتير بالنسبة لنا نحن كان كتير ستريسفول كان كتير فيها ضغط يعني بس الحمد لله مهم مش النتيجة خير وصار يلي لازم يصير صحيح. وصل الجنرال هو كفخامة الرئيس العماد ميشيل عون هذا ما نحتفل فيه إن الله راد بكرة. قبل ما نبدأ بعناوين الصحف ونستعرضها خلينا نستعرض شوية رسائل اللي صارت كتير علينا أحلى ما يكونوا ناطرين يلي بعتينا. صباح الخير الرئيس عون بتلبق لك الرئاسة أنت صاحب الحق وكل الناس بتوثق فيك عماد الجمهورية أنت الرجل الأقوى الله يحميك. Good morning from Montreal بكندا أنا مايكل هادي بليز ما تنسوا المخطوفين بسوريا والجيش كمان لا يرجع قريبا مخفيين قصرا لانه طبعا ما كانوا بعد مخطوفين هو كاتب هيك صحيح. اكيد بس نحن اكيد من بس تنوضح له انه هذا الموضوع تابع التيار الوطني الحر وتابعته ايضا جهات غير حكوميه مثل جمعيه سوليد وغيرها وهلا مفترض انه بعد المطالبه مستمره ببنك للدي ان اي لكشف مصير كل هؤلاء خاصه انه ما في اثبات اذا هن موجودين بسوريا ولا هن بمقابر جماعيه بلبنان لذلك الحل الوحيد هو بنك الدي ان اي صحيح 100% وهذه راح تكون بكل تأكيد أولوياته لفخامة الرئيس إنه يتابع الملفات هذه إنه عندك رئيس جمهورية ولدام راح نبدل الجيش يعني هذا أكيد راح يكون على أولوياته همهم أكيد طبعاً. أيضا علي حسن من عين بورداي بيبعث لنا فرح لبنان بانتخاب العماد وارتاحت الناس لأنه إجا منقذ البشرية الله يحميه. ايضا عادل مشيك بيقول صباح الخير لاحسن رئيس جمهوريه وانا بكره طالع حافه على قصر بعبده هيدا نذر عن جد نذر اكيد ايضا عندنا تحيه من ايمان عبد النبي بالجنوب بتوجه تحيه للعماد عون ولا ايضا السيد نصر الله من انتلياس كمان نحن يلي نطرنا 27 سنه رح نرجع نسمع احلى صفه وهي شعب لبنان العظيم بنطلب من الشيخ سعد اختياره للوزراء يليقوا فيه وبعهد الجبل يلي ساكن ببيت الشعب بتعرف هلأ الناس رجعت تتأثر شوي بموضوع الحكومة وتوزيع الحقائب وكل الأمور اللي عم بتصير ولكن وصف السيد نصر الله للرئيس عون بالجبل كمان أخذ تفاعل عند الناس وعطاهم هيك اندفاع للوصف الصحيح فعلا هيدا يا جبل ما يهزك ريح ما هزوا 27 سنة مريم مريم يونس نبعلبك صباح الخير والفرح تحية طيبة إلى السيد حسن نصر الله والرئيس ميشيل عون يا شعب لبنان العظيم ويا أشرف الناس اتصال صباح الخير إذا عم تسمعونا أنتوا على الهواء صباح الخير يبدو
بونجور، بركي اذا شايفين كفي شوي بالرسائل اللي وصلتنا عنا مدام مصري ايضا من البقاع، بتصبحنا وبتصبح حضرتك. نديم محنا كمان مبروك للجنرال، صباح الخير من بريتيل، الف مبروك لرئيسنا وابو الشعب اللبناني، وتحيه للسيد نصر الله. صباح الخير، تحيه لفخامه الرئيس ودوله الرئيس نبيه بري اللي ما في بلد بدونه، طبعا ما في بلد بدون كل الافرقاء، وهذا شعار التيار صحيح؟ طبعا 100%، وطن للجميع وبشراكة الجميع والشراكة الحقيقية للجميع. بي الكل، هذا شعارنا، هذا بتعبر عن هذا شعارنا نحن، ومن أول دقيقة الجنرال مد إيده للجميع، هو كشخص ونحن كحزب مدين إيدنا للكل، وبدنا الكل نكون مع بعضنا. هذا بناء دولة، بناء صحيح. وطن لأجيال متصاعدة، بده ينحط الترين على السكة الصحيحة ونشتغل كلنا سوا إيد واحدة، ما في حدا إله أكتر من التاني. وأكبر دليل أنه حتى الرئيس بري من بعد ما كان عم بيلوح بالمعارضة يبدو بالساعات الماضية توضحت الصورة أكتر وأكتر، وسيكون جزء من هالحكومة الائتلافية الموسعة مثل ما عم بتبين تبشيرة. نحن الرئيس بري من كل له كل الاحترام والمحبة، وعارفين بس مدينا إيدنا نحن هو رح يمد إيده، وهو بيعرف شخصياً انه الجنرال ما حط ايده بايد حدا وما نفذ يلي وعد فيه 100%، ما حدا. نرجع للاتصال. الو صباح الخير. صباح الخير والنور. تفضلي مدام، مين معنا؟ صباح قايدنا العظيم رئيس الجمهوريه. مين معنا؟ معك جان دارك تنوري. يا هلا بجان دارك، تفضلي جان دارك، انت معنا على الهواء. شجرة وطننا حلوة بكل الأغصان، إن شاء الله بهالعهد الجاي بدها تنصان، الغصن اللي بيلوي فيها لازم له علاج، تا يرجع أخضر شامخ أكتر ما كان. أوه صوتك حلو يا جان دارك. يلا بكرة بدنا نسمعه ببيت الشعب. أرجة لبنان جايينا عون الغالي عيد البنيان، جاي بهالوضع الحالي الوطن خربان، الفساد بدرجة عالي عامم لبنان، جاي يرفع كرامة شعب المقهور، إن شاء الله ما بيبقى حدا حقه مهدور، جاي يشيل من الظلم البيت المطمور، صار له من سنين كتير معتم غرقان. بدها دف؟ بدها زلغوطة من عبده. وينك يا عبده؟ يا ريت بنعرف نزلغي. شكرا لك يا جان دار. جايين العز رشي الورد ورشي الرز، جاي عون بإيده يهز كل الشعب الكامفلتان. اسلامي. شكرا لك جان دارك، وناطرينك بكرة. فرحة فرحة بكل العالم، عالم عم تبكي، عالم عم تضحك، عالم عم ترقص الشوارع، عالم تغني. يعني هيدي ثورة 26-27 سنة، العالم ما يقسد اختنقت، وهلأ هيك حلم عم يطلع صوتها مزبوط. ناس بتقول لك هذا حلم، ناس بتقول لك هذه معجزة، انه وصول الجنرال يكون فخامة الرئيس عماد عون بعبدة، هذا big achievement، big achievement. رجع الحق لأصحابه، رجع القصر الجمهوري بيت للشعب، لأنه ولا مرة يعني ما بفتكر في حدا بهال 26 سنة كان يعني له شيء القصر الجمهوري كحجر كبناء، هو الشخص اللي ساكنه اللي بيعطيه هيدي الروح وبيخليه عن جد يكون بيت للشعب. أنت بس توصلي على أي منصب قيادة، خصا رئيس جمهورية أو رئيس شركة أو مدير شركة، إذا الشعب منه واقف حدك ما فيك تحكمي بهالصلابة بهالقيادة هيدي بهالتنفيذ هذا. هلا وصل الشخص يلي كنا مستنظرين يوصل، وان شاء الله يكون عهد لكل اللبنانية، عهد مزدهر، بس اهم شيء يكون عهد يونيتي، عهد وحدة وطنية. وهو انا ما عندي اي شك او انه ما يكون من دون رأي عهد وحدة وطنية كامل. اتصال جديد، احلى ما نطركن على التليفون قبل ما نروح للعناوين. صباح الخير. صباح الخير، تفضل، مين معنا؟ ايه على الهواء. مين؟ مين معنا؟ يوسف جمول. يا هلا بيوسف، تفضل. اسم الله عليك، نبضك قوي يا يوسف. شو حابب تقول يا يوسف؟ بلش. تفضل. انت على الهواء. ايه على الهواء. يا فرحة الشعب برئيس عون، يا
يمغير الأحوال هون وهون. يا أرض شامخ على أرض لبنان جابك إله الكون إلنا عون. كل الطوائف بالوطن إخوان، بحر السياسي ألف لون ولون. يا حبيب الشعب والأوطان، فخر السياسة، فخر السياسة الظاهرة بالكون. كنا عموعد ملتأ من زمان، حتى الوطن ينصان عنا صون. فيك التقى للشعب والإيمان، وفيك المحبة للوطن كله، وعشعبنا بتمون كل المون. شكرا يا يوسف. لا سمعينك ووصل صوتك واضح جدا، وعن جد كل واحد عم بيعبر عن طريقته، ولكن اكتشفنا انه في عدد كبير من الشعب اللبناني عندهم الحس الشعري. مواهب عن جد. معروف اللبناني عن جد. عناوين الصحف. بس ما كانش حاطط كاس عرق الاستاذ يوسف على بكره. لا هو افضل هذا كاس الجنرال بيكون على الصبح اكيد. الدمع صحيح. شكرا لك يوسف، بعدك معنا تابعنا، فاذا تابع الحلقه للاخر. شكرا على اتصالك. النهار عنونت ولاده سريعه للحكومه الاولى للعهد. بازل معقد. بازل عم قول شو بازل. بازل معقد، هي من واحد الكاريكاتير امبارح بالنهار حطوا هيك كومة قطع البازل صغيرة صغيرة، يعني اعتبروا انه رح تكون معقدة، وبعد النهار شكلها متابعة بهيدي الاجواء، علما انه العنوان الاساسي ايجابي انه تشكيل سريع. بازل معقد في ال استيزار. شو هالكلمات عن جد؟ استيزار توزير يعني. والحقائب يحتم تركيبة ثلاثينية ووزراء دولة. نصر الله بري يفاوض عنا وعنه في الحقائب ولا نشارك من دونه. وأكيد صورة هون من المجلس النيابي. تتوقع تبصر النور الحكومة قبل عيد الاستقلال مثل ما عم يعمل رئيس الحكومة المكلف؟ إذا الله بريد، لأنه في يعني في تضامن وفي تفاهم وفي على بناء يعني إنجاز حكومة وحدة وطنية، وأكيد بده يكون يعني الوزراء من كل الأطياف يلي بحق لهم كتل النيابية، والرئيس عنده كتلته. يعني هذه رح تصير ان شاء الله بالسوال. نحتفل ب 22 شهر باستقلال حقيقي او بتحرر لبنان الحقيقي ان شاء الله، واشتقنا هيك نشهد العرض العسكري والاحتفال بهالمناسبه اللي غاب رح يكون رئيس الدوله. اكيد رح يكون غير شكل السنه، لازم رح يكون غير شكل. وان الله كنا مستنزين هالنهار هيدا. انا بتذكر كنا صغار، كنا التيار الوطني الحر او وقتها كان بعده حاله شعبيه العونيه، كانوا يجيبوا العلم اللبناني بالاسود والابيض ويقولوا بترجع الوانه وقتها بترجع حريته. تحررنا يمكن بال2005 بس فعلا الالوان ما رجعت. فينا نقول انه هالسنه يمكن اول سنه بترجع الالوان الحقيقيه. بالضبط بالضبط. ان شاء الله يعني بتكون حلوه اذا كل لبناني بحط علم لبنان على بلكونه او بلكونه قدام بيته، قدام بيته مع صورة فخامة الرئيس. أكيد طبعا رأس الدولة اللبنانية. أكيد طبعا. والعالم اللبناني حلو يكون على كل بيت بعيد الاستقلال. 100%. اتصال جديد. صباح الخير. ألو ألو ألو. إيه تفضل. بدك تعطيني؟ إيه أنت على الهوا. ألو. إيه تفضلي. بونجور. بونجور. كيفكم؟ يعطيكم ألف عافية. ميرسي. معك مدام معلم من بلايبير. يا هلا بمدام. طبح عليكم كلكم، بقولي طولنا بعمر الجنرال وألف مبروك، ويخليلنا الجبلين الكبار بلبنان السيد حسن نصر الله وميشيل عون، ويطولنا بعمره وكلنا بكرة على القصر. يلا ناطرينكم. شكرا لاتصالك. منتابع بالعناوين. نصر الله للعونيين لا تشاركوا في الحكومة بلا حركة أمل. بري للحريري حذار مخطط جعجع. سجينة بتهمة أم، بإشارة طبعا للقضية الاجتماعية اللي هزت الدنيا امبارح، الأم اللي سجنت بسبب تمسكها بابنها. عنوان الأخبار بري للحريري حذاري من مخطط جعجع. بالتفاصيل بيقولوا أنه رئيس حزب القوات هو مصر على إقصاء الكتائب والمرضى من الحكومة، وذلك لنيل حصة وزارية أكبر. قديش هذا التحليل صحيح برأيك؟
أنا شخصياً ما عندي أي معلومة على هالشيء هذا، بس يلي له حق يكون عنده وزراء بكون له حق عنده وزراء أكيد طبعاً، هذا ما فيك تقصي حدا، كل طرف رح ياخد حقه أكيد 100% طبعاً. كيف تلقفتم امبارح الرسالة اللي بعتها النائب سليمان فرنجية، ولو كانت رداً على سؤال يعني ما كانت يمكن مقصودة؟ جلسة المصارحة اللي حابب تنعقد، نحن كتيار عم بحكي انا هلا هلا بدنا دائما نتذكر صار في فخامه الرئيس بقصر عبده وفي التيار الوطني الحر. صحيح. اكيد هو المؤسس القائد الموتيفيتر بدي، بس صار في عندنا هلا في بدنا نحط فاين لاين، يعني نحن كتيار حتى العاملين بكره نحن مثل ما قلت لك بنوصل لمحل نحن توقف مهمتنا دور. في حرس الاسد الجمهوري هو المنظم، هو اللي بيتلقى العالم كله ليفوتوا قد ما بيقدروا يوصلوا لجوه عجنينة القصر يعني. نحن صدرنا على طول مفتوح، نحن ما خلينا اي مناسبة الا ما نكون ايجابية، ما بحياتنا كنا نيجاتيف نحن سلبيين بالابروش تبعونا يعني مع كل العالم كل مقربات. هلا بدنا نكون منفتحين على الكل يعني كتيار وطني حر، واكيد فخامه الرئيس عماد عون راح يكون منفتح على جميع اللي بنسميهم كذا مره اليوم بي الكل، وهيدي نفسيته هو، هيدي مشاعره تجاه كل لبناني يعني. هلا في عالم تخطئ، كلنا يمكن اخطأنا بحياتنا، بس في اخطاء صغيره واخطاء كبيره اكيد طبعا. في الابن الضال على طول حتى بالانجيل كانت مذكوره. يس انت قلتي. وحتى بهذا الاطار لو ما الصدر مفتوح للجميع ما كان بعده بالمشاورات امبارح، حتى بعده بينحسب تيار المرض الحقيبه لإله لما بينحكى عن تكتل يحسب نظريا ضمن تكتل التغيير والاصلاح، وان كانت المواقف السياسيه يمكن بعدت بالاوان الاخيره، ولكن اللي بيقعدوا بيحسبوا حقيبه ووزارات بعضهم لما بيحكوا كتكتل بيحكوا معه طشناك وبيحكوا حتى تيار المرض نظريا شيء وفعليا شيء. صح. اتصال جديد من أنطوان عون. صباح الخير. صباح النور. بونجور. لا غيرنا مدامته. لا مدامته. مدامته مدام عون. عونكم من الله. تفضلي مدام. ليك انا بعثت لكم صور الصبح بي الكل وفخم، بس بدي اقرا لك اللي كتبته عليا. تفضلي. لبنان يلي الرب اختارك تكون ربوع السلام بديارك، من كل حد وصوب زوارك إجاك تاج على راسك عبادك يبوش رايتك ويعلن قداسة حجارك. تسلمي يا مدام. مرسي. ولايك الشعارات اللي عم تنزل أنا كتبتها من كذا سنة، من الشعب وإلى الشعب يعود وبي الكل، وحتى في الشعار الآتي باسم الشعب كمان أنا كتبتهم من كذا سنة. أكيد كله نابع من محبة الشعب، محبتكم. أكيد وأكيد طالعين ومش رح نمشي حافين لأنه الطريق طويل، بس معلش صرنا 26 سنة نبروا لأجل الكسرة بينا يعني. كأنه حافين. يلا يعطيكم العافية. الله يقويكم. شكرا على اتصالك. الجمهورية عنونت التأليف في مواجهة مطالب كبيرة. مواجهة مطالب كبيرة، علما أنه كل التصريحات مبارح أجت بإطار التسهيل والتسريع، حتى يعني وصلنا لأكثر من كتلة قالت أنه مطالبنا عادية من ضمن حقوقنا، يعني ما أنا معقدة لهالدرجة. يعني أنا ما بستنظر حدا يطالب من أكثر بأكثر من حقوقهم، يعني كل واحد عنده حجم بياخد أتحجمه، يعني هذه محسومة من وزارات قبل، ولا يمكن وزارات قبل كانت تتألف بطريقة محاصصة. نحن ما عندنا محاصصة. جنرال فخامة الرئيس، ما نتعود فخامة الرئيس العماد عون. أنا الكلمة محببة لقلبي جنرال، يعني العماد أكيد وصف عماد الجمهورية. عماد الجمهورية، بس أنا كلمة الجنرال محببة لقلبي أكتر. ما عنده محاصصة هو، في كل واحد شو بدنا نبني دولة، ما نبني بتكون هيدي وزارة بدها تعمل امباكت للعالم، عالم عطشانة على كذا شغلة خاصة بالمواضيع الحياتية. أكيد طبعا طبعا، يعني عيب بقى نحكي بشيء اسمه زبالة، يعني ببلاد متأخرة عنا بكتير ما عندنا المشكلة، يعني بقى في أعمار هائلة بدها تكون موجودة. صحيح. في عندك القصيرة المدى، متوسط المدى وطويلة المدى، مشاريع اللي بتتنفذ بقى هيدي كلها بدو ينعمل لها تخطيط، بدنا حين حط فرق عمل كتير جديين لحتى تتنفذ هالعالم،
ترتاحي، يحسوا انه في دولة عم تتأسس على المسار المزبوط. بس كان في شوية تعليقات سقوف مبارح من بعض الكتل، يعني حتى أحد الوزراء هو خارج تحديدا تما نكون هيك عم نحكي بالوما، الوزير أكرم شايب بيقول نحن ما طلبنا بشيش، بشو بدنا نطالب إذا أربع كتل لهلأ مطالبين بوزارة المال؟ يعني بتحسها نوع من تعليه سقوف شروط للتفاوض، بعدين الكل بيرجع بياخد حقه الطبيعي بحسب كتلته النيابية بحسب حجمه بالمجلس النيابي، وبتقلع هالحكومة، ولا هي شروط تعطيلية برأيك؟ أنا ما بقول شروط تعطيلية، هذه تعليه سقف من اللي نحن وأكيد بين فخامة الرئيس وبين دولة الرئيس حريري أكيد رح يكون في تفاهمات، وأكيد الرئيس بري والكتل الكبيرة يعني هي بدأ، وبعدين في ممارسات صارت من قبل وتطلع على إذا حضرتك أنت ناجحة بتقدمي، إذا ما نجحتي بحقائب استلمتيها مش لازم تستلمي الحقائب مرتين يعني. مزبوط. في امتحان، في أمتي في ممارسة، في بده يكون بكرة يعني له measurements، يعني بده يكون في لكل وزاره شو عم تحقق في محاسبه. ما فيك انت تقعدي تكوني بوزاره وما تنفذي شيء لا من دون عمل. هيدا عهد شغل، عهد تنفيذ، يعني في عالم كتير يمكن مش شغلين مع فخامه الرئيس. قد ايه حلوه فخامه الرئيس؟ حلوه كتير، مش هيك؟ حلم 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 تحقق، بس ما نتعود عليها هلا لانه قلنا سنين من عي منقول جنرال. وفي عندك عالم كتير انه بيقول لك انه بس تقولي جنرال في واحد عن جد اكيد ما حدا بيقول جنرال عون، او يعني خصوصا العالم نحن جنرال خلص رزوان جنرال يعني. نحكي كنت تلف هيدي معقد كثير عالم اكيد معقدي، لانه مش مهم عمد هون بالبلد عندنا كثير يعني. لأنه الجنرال مش ما بيتقيم بالرتب وبالسيوف وبالنجوم اللي عاكتفه بأفعاله وشخصيته وتاريخه. بهيدا بدأ العالم تعرف أنه فخامة الرئيس عنده شيء اسمه تخطيط وتنفيذ ومحاسبة، عندنا نحن يعني. بس كنا نقدم له مشاريع، وأنا بتذكر وقت قدمت كذا مشروع أنا في تنفيذ، في ملاحقة، يعني أنت بس تيجي تقدم شغلي بدك تلحقيها انت، مش هو بده يلحقك يعني. بقى هيدا كله بده يتنفذ بالحكومه بكره يعني على النمط، هيدا نمط تنفيذي، نمط العالم بدها تشوف شيء على الارض، بدها تحس انه في تغيير، وهذا ان شاء الله العهد الجديد اللي بيجيبه للعالم يعني. هذا كل العالم مستنظرينه. هيك خلينا نرتاح شوي بتحقيق طلب لمستمع او مشاهد بالاحرى. جميل عيسى اتصل من معنا من شوي، حاب يسمع غنيه كتبها الشاعر راحل سعيد عقل ولحنها الاستاذ الكبير وديع الصافي واديها بصوته من فتره الفنان نادر خوري. نسمع سوا. كتبتك بطل ابطالنا يا عون. كتبتك بطل أبطالنا يا عون، ونهر زحل البلع نرفيه، داعت معي إلك رجعنا بعون، الحارسك والعهد فيني، يوم ما كنا نحن الكون. ريح يا شمالي امشي هرغرن هورق شاري، يا عون شعبك شعب ما بيشكي، بيفك ايدو غن بيصدر ثورة شرف للكل، ارزي عأمك هدل نشكي. لبتك بطل أبطال يا عون، كنا
بتابع هيك الأغنية والمشاهد من عشرة التيار بالفترة السابقة، السيدة الأولى نادية عون ينطبق القول اللي بيقول وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. أكيد السيدة الأولى ست نادية ما بظن في حدا بيقدر يوصفها ويعطيها حقها وصفة سيدة عظيمة مثل ما قلت حضرتك، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، وهذا بيوصفها يعني كمان ما بيعطيها الوصف الكامل. يعني أنا شخصيا ما شفت شخص بهالتواضع هذا كست نادية، كمدامة الجنرال، مدامة فخامة الرئيس اليوم. أنا شخصيا ما شفت شخص بهالمنزلة هذه بهالتواضع هذا أبدا، خاصة من فترة يعني حكينا بأجندة تحديدا ريتا عن الخبر اللي تناقلته كل وسائل الإعلام عن وصول السيدة الأولى لقصر بعبدة بسيارتها الخاصة، ورفضت تطلع بالموكب اللي عادة بيطلعوا فيه السيدات الأول لدى انتخاب أزواجهم. هيدي السيدة الأولى، هيدي طبعا، هيدي أخلاقها اللي بتظل مش بتجرب مثل غير سيدات تتقدم على الشخص اللي بيكون هو بالواجهة. يعني منشوف بعض السيدات اللي بيتعاطوا بالشأن العام أزواجهم، ياريت هن بيصيروا محاسبين حالهم ببعض الأحيان إنه هن اللي الناس عم تختارون وهن اللي عندهم هيدي الشعبية، وبيجربوا يتقدموا على الزوج أو الخي أو البي، ما بعرف يعني. يعني شوف الطريقة يلي هي كانت تظهر فيها من بيتها بالرابي، سيارة، شخص، هيدا بدون لفت نظر، بدون هيك شو أوف إذا فينا نقول، بالعكس كان هدوءه ودعمه لفخامة الرئيس كان الحافز الأقوى إذا فينا نقول لصموده، أيضا مع صمود شعبه اللي حوله دايما كل هالسنوات. وبلا صغرة زوجة نايب ما بتظهر إلا بموكب وسبعة اثنين بوديغاردية وولاد النايب، يعني بيكون بعده خمس سنين وست سنين بنشوف مرافقين معهم. بالضبط، هيدا الصورة الحلوة اللي عن جد هلأ يمكن رح تكون بالعهد الجديد، صورة التواضع، صورة الواحد يكون هو شخصه مش البهرجات والقصص وبهالإطار كمان بنته لفخامة الرئيس كلودين عون كمان نشرت لها صورة لدى وصولها للاحتفال بساحة الشهداء، كمان كانت بسيارة مع صديقاتها من دون مرافقة من دون شيء، حتى بعفوية حكى مع الأمن أنه قالوا له بنت فخامة الرئيس هي تعاطت مثل كل المواطنين، صفت مثل كل المواطنين ونزلت. فعن جد هيدي الصورة الحقيقية اللي لازم تكون بالفترة المقبلة. هيدي ليك في شيء بالحياة بيقولوا له طبع وتطبع، هيدا طبع، هيدي سقافة بتشربوها، وهيدي أكيد ما فيكي أنت تمثلي، يا بتكوني طبعك هيك، إذا بتتطبعي فيك تمثلي لفترة صغيرة، بس بتكون أنت سقافة متشربتيها من أنت وطفلة، هيدا بتضل معك كل حياتك وبتعلميها لأولادك كمان، هيك تعلموا وهيك ربت الست نادية وهيك هن رح يربوا، هيدا هي سقافة، يعني ما فيك تجيبيها بليلة وليلتين ويوم ويومين، يعني بدك تتشربيها من مثل ما التربية الأساسية. صحيح 100%. أحلى ما ننطر المشاهدين في معنى اتصال. ألو ألو، صباح الخير. صباح النور، يعطيك ألف عافية. مرسي، وأنت كمان. صباح دولة عفوا فخامة الرئيس نادية ميشيل عون. أكيد معك عصام صعب عم بحكيك من دارمي ماس بالجنوب. يا هلا، إلو تحية من كل أهل الجنوب. وصلت. بعدين أنا بدي رجعك للذاكرة، بس 28 سنة أنا من اللي كانوا يطلعوا كل ليلة على القصر، كل يوم على القصر، فبعدني بذكر آخر ليلة، هاي الليلة المشؤومة، كنت حاطط ولد على كتافي وولد بإيدي، وكان في حفرة هيك حد ساحة القصر، نزلنا تخبينا فيها، بس أطلقوا النار على عماد ميشيل عون، تنذكر وما تنعاد. وشوفي المفارقة بين هذيك الأيام وهذا اليوم. وبعدين عم بتقولوا هلأ بمجرى الحديث إنه كيف السيارات بدأ توصل وما توصل، يا عمي نحن كل عمرنا نطلع على قصر بعبدة بتلال مشي بالوديان، ما نخلي مفرق، ما في مفرق، ما نطلع ومشي على قصر بعبدة. الرئيس ميشيل عون كي بدي لك، إذا ما بتقولوا في سيارات، ما بدنا سيارات يا عمي، العالم تزحف من كل المناطق وتطلع لعنده. نحن صدقنا على الله كيف يوصل هالنهار وكيف هالنصر تحقق. طول عمرك يا فخامة الرئيس،
والله يخلي لنا السيد حسن. وكمان ما راح ننسى حبيب قلبنا دكتور سمير جعجع، هودي الثلاثة يعني الثلاثة اللي وقف هالجسر عليهم مثل ما قال الوزير جبران باسيل. وشو بدي اقول لك، تحية له من كل الجنوب وخاصة من دارميماس. دارميماس صار تعرف العماد عون مش من هلا، من زمان أكيد. الله يطولنا بعمره ويخلينا اياكم. نحن بنوجه لكم كمان تحية ولكل اهالي الجنوب. شكرا على اتصالك. حلو عن جد استرجع هيك 28 سنة مش 26 سنة حتى، وهذا دليل عن جد انه مش الوسيلة التنقل هي رح تحول دون وصول. صحيح التنظيم مهم ودوركم كتير مهم، ولكن حماس الناس ما رح هيك يوقف اي وسيلة عقبة قدامهم. انا متأكد 100% رح تيجي عالم مشي من مسافات كبيرة يعني انه، بس نحن عم نقول للعالم وبعتنا عملنا تعميم نحن من الحزب انه اللي جايين من منطقه البقاع بينزلوا على الطريق الحزميه على محول الكليه الحربيه، في راح يكون هناك محلات توقف السيارات على الطريق يعني، واللي جايين من الشمال وكسروان ياخذوا جاده يعني بلوفوار الرئيس ايميل لحود وبيطلعوا في مواقف هناك، مواقف العاديه اللي كنا نوقف فيها حد دوارة الصياد، واللي جايين من جنوب ومن بيروت ومن الضاحيه بيطلعوا على طريق جاليري سمعان يعني، وفي هونيك كمان مواقف، فين وقفوا على الطرقات رح تكون طرقات كتير واسعة هونيك، واللي جايين من بعبدة أكيد والحدد وهذيك المنطقة محيط. يعني إيه يطلعوا على طريق الحدد ولا طريق الصنوبرة وفي مواقف هونيك رح يوقفوا العالم على الطرقات أما. أكيد يعني، بس طبعا أنا ما عندي شك رح يجي عالم كتير ماشي من مسافات بعيدة طبعاً. أكيد المشهد رح نتابعه بكرة من صباح الباكر 100% ومكبة لهالنهار العظيم. أنتوا الإذاعة المفضلة عنا لتغطية نشاطاتنا اللي على صورة العماد عون ومثاله مثل ما قال خلال بالزبط. لقاء الأو تي في قبل ما ينتخب رئيس للجمهورية. رح نروح على اتصال هاتفي. صباح الخير. ألو بونجور. بونجور تفضل، مين معنا؟ ألو معك مجيد معتوق. أهلا أهلا تفضل. الو اذا عم تسمعنا من التلفزيون افضل افضل تسمعنا من التليفون. نحن باللوج بهالفتره، انت كيف؟ بدي اقول كلمه للجنرال. تفضل. بدي اقول له يا ريس والله بتامل تامل ايه بدي اتامل انه تسجلوها. تفضل تفضل كله عم يتسجل. يا ريس والله اشتقنا، يا ريس والله اشتقنا الدنيا اورانج مضواي. تابع ما تنطر تسمع صوتك. لا يا ريس والله اشتقنا الدنيا اورانج مضواي، من هالعيش خلصنا وغير مجرى الرواية، يئسنا الدهر. مشكلة عم يجي يسمع الرتور لازم ما بعرف. خلينا يعني شكله فقدنا الاتصال. ياريت كل المشاهدين اللي حابين يشاركوا باتصال يكون استماعهم لقلنا عبر التليفون مش التلفزيون، لأنه أكيد في بعض الثواني من الوقت فرق بين صوتنا على التليفون وصوت الإرسال يعني البث اللي بيصلكن عبر التلفزيون. فأفضل التلفزيون يكون ما في صوت بالمرة، ميوت، واسمعونا على التليفون ليكون التواصل أسرع وما نعيد الحكي مرتين. عنا كتير رسائل ندى بعينه بتوجه تحية أيضا. صباح الفرح والنصر، مبروك للجنرال ونحن وثقنا فيه من أول يوم كنا بمظاهرة نهر الكلب ب88. الله معك يا مارد يلي شامخ شموخ الأرز عظيم، وتلبق له الشعب العظيم يلي ناطر طلتك بتسوى الدنيا وبتنعش لبنان الصامد بوجود رجال قليل مثلك من توني من زحلة. مبروك شي 10 واو من أستراليا، مهضومين تحية وبعد فخامة العماد الرئيس ميشيل عون، نتمنى أن تصل رسالتنا لكم. نطلب من حضرتكم تأمين فرص عمل للشباب العاطل عن العمل وعدم أخذ الطائفية مبدأ للعمل. أميرة بزيع من الجنوب. هذه كثير مهمة، هذه تأمين فرص العمل بلبنان. يمكن حكيت عندكم أو غير محل إنه نحن منخلف منربي منعلم منخرج منورد بتوصل انت او بيوصل الشاب على اوروبا او امريكا شغيل ومنتج وبيدفع تاكس. صح دغري. صح
بهيدا نحن اذا الله وفق العهد عم نخسر طاقات 100%, لانه في اوبورتونيتي زون كثير, بس بده يكون في عندك امن مثل ما بقولوا راس المال جبان. صح, انه بدك تجيبه بكره الله راضي الرصاصه بيهرب. اكيد طبعا تأمني له, بس تأمني له امن وتأمني له قضاء نزيه. اذا انا بدي اعمل شركه اجنبيه بتيجي او راس مال لبناني من الخارج بده يجي يعمل شغل, بده يتاكد انه عنده حقوق هو بده يحصل عليها كمان. أكيد. كتوظيف. وانا متاكد انه بس ان الله راضي بلش العهد ويتامن هالشيء هيدا رح يصير في فرص عمل هائله بلبنان ان الله راضي. بإطار الطلبات أيضا أحد المواطنين عم يطلب أنه تتألف الوزارة بطريقة كتير شفافة ويكون الرجل المناسب بالمكان المناسب وتكون الوزارات من خارج المجلس النيابي, فصل النيابة عن الوزارة. هيدي جنرال على طول بقولة. صحيح. وهيدا مثل ملزم عندنا نحن بالحزب, ما فيك تكوني وزير أو وزيرة وتكوني نيابة أو نيابة. هيدي في فصل, لأنه أنت بيقولوا له conflict of interest, يعني انت ما فيك تكوني عم تأدي عمل وانت تحس بحالك. صح. هو مجلس النواب يلي هو بده حاسب مجلس الوزراء, مراقب ومحاسب لعمل. هذا ممثل الشعب وهو بده حاسب الوزراء على التنفيذ وعلى عدم التنفيذ. طبعا. او على الفشل. يعني فيش بقى تعملي وزير او وزيرة وما تنفذي, يعني في محاسب مجلس النواب لازم يحاسبك. صح. وكيف بتكوني انت وزيرة ونائب بنفس الوقت؟ ما فيك. هيدا تضارب وظائف, تضارب conflict of interest بيقولوا انه تضارب مصالح. تضارب مصالح هي بالوظائف العاديه موجوده, كيف اذا بمسؤوليه على صعيد دولي؟ اكيد طبعا. من فانكوفر بكندا رضوان نور الدين بيقلنا صباح الخير, تحيه كبيره للعماد فخامه الرئيس ميشيل عون وسيد حسن نصر الله, صباح الخير لكم كمان. ايضا وليد تحومه من حار تحريك بيطلب انه من مشرب اللي يعطيه طولة العمر للعماد عون. مارون عساف, تحضيه لبنانيه كونوا الصخره القويه بوجه العالم, ضلوا كبار كونوا المجد اللي ما بينهار, وحدتكم بتجيب نهار يحمل تاج الحريه, وهذا اللي ثبت خلال السنوات الماضيه وترجم يوم التنين. أكيد. الماضي. صباح الخير من مدينه الشهداء النبيشيت, مبروك للعماد عون. المواقف الثابته تبني الاوطان وتصنع من الرجال شخصيات الوطن العظماء, والرئيس ميشيل عون هو اول هذه الرجال. طلال حمود من مجد العنجر. على النجم بيقول يوجد ثلاثه رجال دخلوا التاريخ العالمي في قلوب الشعوب, غاندي, تشي غيفارا, وجنرال شعب جنرال الشعب ميشيل عون. ايضا شبه بنيلسون مانديلا العماد عون. مانديلا, نيلسون مانديلا. مانديلا اكيد هو رجل عظيم كمان, وعانى ووصل شعبه للحرية كمان 100%. انا هنا من تنورين, اغلى تحية لحبيب قلبنا وبي الكل فخامة الرئيس العماد ميشيل عون, الله يحميك ويطول عمرك يا كبير. ايضا كارول طنوس, الف مبروك لفخامة الرئيس الجنرال عون, الله يطول بعمرك تيزدهر هالوطن عهدك. وايضا من رويدة بزة بتقول مبروك كمان. اتصال يعني ما عم نلحق. بونجور. الو. الو. الو بونجور. يا هلا تفضل. اول شيء بصبح عليكم صباح الاستقلال, صباح الوطنية, صباحك يا فخامة الرئيس المناضل ميشيل عون. أنا ما أحكي معكم هلأ, اسمي علام, ما أحكي معكم من سوريا من صفيتا. نحن صراحة منفتخر ومنهتز بالرجل المناضل, رجل الاستقلال والحرية. نزلنا على لبنان بسنة يمكن أول أبت نزلت على لبنان, كنت أستغرب ليش اللبنانيين نحن بيكرهونا, ليش هيك؟ ما لا لا أبدا, ما في عداء بين الشعبين, بالعكس. هلأ نحن هلأ بدنا نشوفكم أنتو الجيل الجديد, بدنا نحيي فخامة الرئيس المناضل فخامة الرئيس ميشيل عون اللي ما همه لا فلوس ولا مصاري ولا الإغراءات اللي اجت له. بحيي كل مسيحي, بدي كل المسيحيين يكونوا بعيد وحدة وقوة وحدة. الجنرال ميشيل عون علمنا شو هي الحرية والاستقلال, علمنا إذا نزلنا على بلد أن ننزل نلاقي فيه رئيس قوي, رئيس قوي, رئيس قوي بكل معنى الكلمة. الرئيس ميشيل عون مظلم, الرئيس ميشيل عون مناضل, الرئيس ميشيل عون اتكلم من زمان وقال انا ما راح اجي عن طريق امريكا بدبابة امريكية, اجى بنضال وبكفاحه. هو المعلم لنا, صدقيني عن جد المعلم لنا. الجنرال ميشيل عون لما اجى على سوريا, فخامة الجنرال الرئيس ميشيل عون لما اجى على سوريا اجى وحط ايده, شبك ايده بايد رئيسنا الدكتور بشار الاسد اللي متنيناتهم من حييهم.
وشفت نحن عم نصير نحن عنا هلا بسوريا وما بعرف كيف، بس صدقيني هي ازمه بتروح، وان شاء الله مثل ما اخذته الحريه والاستقلال نحن رح ناخذ الحريه والاستقلال كمان مع إيه مع إيه مع إيه مع رئيسنا الحكيم بشار الاسد. وانا بهتز وبفتخر انه عندنا رجل مناضل، رجل عربي رأس. الله يطول بعمرك يا جنرال ميشيل عون، الله يطول بعمرك، الله يطول بعمره. شكرا لاتصالك. وبحيي جبران باسيل وبحييكم انتم وبحيي كل عونه، لانه عن جد انتم ناس، عن جد انتم ناس حبابين كثير، علمتونا شو هي الحريه والاستقلال، علمتوا مش بس لبنان، علمتوا الشرق الاوسط والعالم شو هي لبنان. حلو. وميرسي، ثانك يو سو ماتش، وكونجراتوليشن لكم كمان، ان شاء الله قريبا تفرج عندكم وتخلص هالازمه بسوريا. لافت كتير هالاتصال عن جد، علمتونا الحرية، علمتونا الاستقلال بوقت كنا نحن عايشين بوصاية سورية، يمكن عبر عنا انه ليش بتكرهونا، لا الشعب ما بيكره شعبه الشقيق، ولكن الظروف اللي كانت عم بتحيط فينا واللي مسيطرة علينا كانت هي عم بتحتم هيك أمور كانت عم بتصير. الحمد لله خلصت، ومثل ما قال حط الجنرال ميشيل عون وقت اللي راعى سوريا من الند للند، العلاقة سوريا صارت برات لبنان، أكيد الوضع بيتغير. هيدي من مواصفات القائد العظيم، القائد اللي بيقدر يمد إيده. وبعدين ما فيك تكوني أنت قائدة أو قائد عظيم إذا ما بتعرفي تخسري، ما بيعرف يخسر ما بيعرف يربح، وهيدا الجنرال هلأ عم بيتمثل فيه هالأشياء كلها من 26 سنة لليوم. عرف بس تخسري أنت معركة مش معناتها خسرت الحرب، بتلم اغراضك بتهيئ حالك لمعركة جديدة، وبس تربحي بخطط وضعي. هيدا من شيم القائد، وهيدي بتنطبع الجنرال على فخامة الرئيس 100%. نضال 26 سنة ضل يحمل حقيبته ويناضل لمعركة تانية ليربح الحرب. صحيح. بس ربح ووصل، ربح اللبنانية كلها أكيد، بس هلا بتشوفوا كيف بده يكون عم بيحكم، وكيف العهد الجديد بده يكون تواضع بس بتخطيط وتنفيذ. أيضا بنفس الإطار عنا تحية من اللاذقية من سوريا، وعنا من ليبيا شخص بيقول أنا ليبي صباح الفرح لكل لبنان، وباعت كمان بيت شعر للعماد عون، تحياتي عبد الله قرينكو ليبي يحب لبنان. هذا أكبر دليل أنه العماد عون مش بس أملنا، نحن عبر القارات المشرق كله عليه زعيم مشرق. بنروح كمان لاتصال. صباح الخير. هلو، صباح الخير. صباح النور، تفضل. بدنا نحكي مع زياد الجنرال، ايش الجنرال؟ انت على الهواء، تفضل فيك تحكي وتوصل صوتك. بس بدنا نقول الله فوق وجنرال على الارض، وبدنا نقول له للجنرال من حقك من زمان من زمان من زمان، ونحن بنقول له للجنرال طول عمرنا معك، اهالي جبل محسن معك، ونطين منك انك تنصفنا. طرابلس عم تحكينا؟ نعم عم تحكينا من طرابلس. نعم، من جبل محسن. يا هلا، صرنا زمان نحن مغبوبين، نبغى ينصفنا بالوزاره، وعملنا فيه كبير طلب لكم امبارح التيار الوطني الحر بمقعد للاقليه. معنا خبر نحن الله فوق جنرال عون، ما حدا بده يقول غير جنرال عون. جبل محسن وفي للجنرال عون، وتحياتنا له. سلام، وصلت تحيتك. شكرا لاندفاعك واتصالك. صباح الخير، أنا سيدة من عكار من الشمال من بلدة عيدمون، ألف مبروك لفخامة الرئيس ميشيل عون ولجميع اللبنانيين بهالعهد الجديد، وبحب وجه بالتهنئة لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون. يا شعب شو بتقولوا فيه، هو ذهب الصافي، وعبكرة بقصر الشعب رح نكون أكتر. أيضا أنا تحية من المحامي مازن فاضل من باتريك عواد. صباح الخير من كفرشيما. صباح الخير للأستاذ رومل صابر، بتقلك مدام أشوع من كفرشيما. كنا نشوف العالم عابسة وزعلانة، ومن بعد الانتخاب صرنا نشوف الكل مبسوط وعم يضحك بالتابع مدام أشوع، ومن كل قلبه بوجود فخامة الرئيس عون ببعبدة، الله يطولنا بعمره مهما تأخر وصيل، وأهلا بهالطلة بتلبق له الكرسي. من حبك جنرال من جويا. صباحك فرشيمة. أكيد، وظهر السوين كمان. ظهر السوين قلت لنا عنه، سهر الضيعة، سهر ظهر السوين، مدام تيميري من ظهر السوين. تحية للجميع أكيد، واتصال جديد. صباح الخير. ألو. أيوة، صباح الخير. يا هلا، مين معنا؟ معك الحج يوسف عبد العماد، الحج يوسف عبد الحج يوسف حي السلم.
ما فهمنا بالاخر شو قلت؟ هيك علي الحاج يوسف حي السلم الضاحية الجنوبية. من الضاحية. من الضاحية الجنوبية، حي السلم. حي السلم. يا هلا، تفضل. أول شيء بسعد صباحكم، بهني الجنرال وخامة الرئيس. بدي أقول له هذول السكنتين الصغار هيك إذا بتسمحي لي فيها. يلا تفضل سريعا، تفضل. جنرال فيك ريحة عطوران والملوك العرب فيك عطوران. وحياتي من كلم الباري عصورة جنرال ما خلق ربي مثل فجاز. ميرسي، شكرا على كلماتك وشكرا على اتصالك. ايضا في تهنئه لشعب لبنان والعرب والمسلمين بارتقاء الزعيم الكبير ميشيل عون سدة الرئاسة في لبنان. والسؤال، اين كان ذكاؤكم خلال الفراغ الطويل ولماذا تأخرتم في الوصول لهذا اليوم العظيم؟ من مهدي من مسقط سلطنة عمان. وأنا من جرش من الأردن كمان. الله يحفظ لبنان ويحفظ عماده. من حسين، يعني سلسلة محمد عبد الله كمان، يعني بعتذر ما راح نلحق نقرأ كل الأسامي. الحرار عكار، نائب رئيس بلدية حرار عكار أحمد عنتر، بيقول أيضا مبروك وبعبدة بتحتاج لرجل الإصلاح والتغيير. نعم إنه فخامة الرئيس وعكار بتحبه وبتستحق التوزير، يعني طلبات كتير عامة وخاصة. أيضا سلسلة غالب ياسين من البقاع، أوديل يونس حجار، حسين المصري من اللبوي، أردني من دبي اسمه مهند بيقول مبروك للبنان القائد ميشيل عون، عاش طول عمره رجل ومقاتل لأجل لبنان، وكان رجل بالحرب ورجل بالسلم، ولبنان يستحقه وهو بيستحق لبنان. المناضل جميل حتشيتي كمان بحيي العماد عون، بحيي كل مسيرته النضالية، والكرسي اللي تغبرت من سنين بغبرت رضاك عليها. حلو، نكتفي. ما رأيت عندك عم تقول إنه رئيس لبنان والمسيحية والإسلام؟ هيدا أنا بتمنى كنت معي إياها. في وقتها كان السينودوس مجتمع، وجه فخامة الرئيس العماد عون خطاب للبوب بيطلب منه شخصيا لإله كالبوب وكل رؤساء الكنائس المسيحية يدافعوا عن الإسلام المعتدل. يعني قال لهم هيدا واجبكم أنتم تدافعوا عن الطائفة الإسلامية، لأنه هيدا الإسلام اللي بنعرفه نحن هون مش اللي عم نشوفه. صحيح. إسلام الإرهاب وإسلام اللي عم بيشوه صورة الإسلام الحقيقية. يعني طلب شخصيا من البوب أنه يحرك كل الرؤساء الطوائف المسيحية، كنيس مسيحية تانية أرثوذكس، وال يعني كل الكنائس العالم يدافعوا عن الاعتدال المسيحي. هذا كان طلب شخصي من الجنرال وهذا موثق. يعني منتبع بالعناوين رح ناخذهم سريعا قبل ما يخلص الوقت. المستقبل عنوان التعاون نحو سياسة خارجية واحدة، وبر يشيد بإيجابية الخلوة مع الحريري، استشارات الوفاق إجماع على تسريع واغتنام اللحظة. وننتقل إلى صحيفة البلد، زخم دبلوماسي للعهد الجديد، ونصر الله يفوض بري حكوميا، أيضا مفتاح السراي في يد بري والمداورة تحتضر، أيضا أم تسجن لرفضها التخلي عن ابنها، والقراءة تجمع في معرض الكتاب الفرنكوفوني 23. ونتابع من صحيفة البلد، نصل لصحيفة اللواء، الحقائب السيادية تفتح شهية الكتل، وتأليف يسابق الوقت، الحريري إلى بعبدة بعد انتهاء الاستشارات، ونصر الله يفوض بري ويطالب تكتل الإصلاح بالوفاء له. كلها بنفس المشاورات اللي أجريت امبارح، واليوم رح تستكمل ابتداء من الساعة 11 لغاية يمكن الساعة 2 تقريبا، لتلت آخر موعد بالمبدأ، يمكن بينتهي الساعة 2 اليوم الاستشارات بشكل سريع، لتبصر النور قريبا الحكومة كما تشير المعطيات حتى الساعة. كان لافت موضوع قانون الانتخاب امبارح بالجلسة بين التيار الوطني الحر، كتلة نواب التيار والرئيس المكلف، لما انفتح موضوع قانون الانتخاب وقيل انه يمكن نحن عنا قلق كنواب تيار انه الشيطان يكمن بالتفاصيل، رد الرئيس الحريري وقال بطل في شياطين بيننا وبين فخامة الرئيس والتيار الوطني الحر. قديش هالانسجام رح يأثر فعلا على ولادة قانون انتخابي يلبي طموحات الشعب اللبناني ويؤمن صحة التمثيل؟ هذا مطلب لبنانية كلها، ومثل ما تقول أنت في انفتاح في إشياء كلها إيجابية الله راد. وإذا يعني بس يقول لك دولة الرئيس الحريري أنه ما في شياطين، يعني معناتها كل العالم بتشتغل مع بعض ونحط إيدنا مع بعضنا، بس إنه انتخاب
هيدا شيء مطلب حقيقي وأول لكل لبناني لازم يتحقق أول شيء. تمام. ونتابع في صحيفة الأنوار: عون متمسك بتطبيق القوانين والحريري متفائل بسير الاستشارات. وصور من الأجواء اللي سيطرت امبارح من خلال المشاورات بالمجلس النيابي. لا لا لا، في صورة الرئيس عون. الرئيس عون. أنا هون صورة. أوكي. الرئيس عون وسفراء الدول المانحة، هي الدول الدعم الدولية اللي كانت أيضا الاجتماع لافت. وتصريح سيغريت كاغ امبارح من القصر الجمهوري بعد لقاء الرئيس عون مع السفراء اللي عم نشوفهم بهالصورة. كمان الهم اللبناني لدى الدول المانحة مهم، خاصة بوجود مليونين نازح سوري يتابع من أول نهار استلام سودة الرئاسة. نحن من سنتين ونص استطلبنا بتنظيم الدخول السوري لعنا، اتهمنا بالعنصرية. هذا اللي وصلنا لهون. لو هالاشياء تنظمت بعدين انت ما فيك تنظمي دخول أجانب إلا ما يكون عندك يعني اتصال بدولتهم. صحيح. يعني لا في يعني هيدا بنطلع خلص الله راد، هذا كله بيتنظم. وفي شيء اسمه نزوح، في شيء اسمه لجوء. نحن كل واحد بيقدر يرجع على بلده ويكون آمن الله راد، وهذا راح أكيد من الأولويات عنده لفخامة الرئيس راح تكون. حماس اللبنانية بكل دول العالم. هلأ راح نتابع سوا صورة وصلتنا من فرنسا، حتى من مباراة تنس بفتكر كريستوف عواد بعت لنا هيدي الصورة رافع العلم اللبناني. إذا توني بس في زميلنا توني نقوله ما في قرب أكتر، بس رافع صورة العلم اللبناني من قلب فرنسا. العلم اللبناني عم يرفرف وين ما كان، إذن بهيك فرحة اللبنانية وين ما كانوا موجودين. هيدا الشيء عن جد ما بعرف إذا الصورة لفتة إنه كلهم عم يتفرجوا. صحيح. رفع علم كتير كبير وسط الجمهور اللي عم يتابع هالمباراة الرياضية. هلأ هون مبينة أكتر من قبل. صح. حلوة. المهم يكون إنه هالفرحة تعم كل البيوت وكل البلاد، وعندنا اللبنانية نحن الحمد لله منتشرين بكل العالم، بقى رح تشوفي هذا بكثير محلات بالعالم. أكيد. وصلتنا رسالة أيضا من دكتور عبود ماي من فرنسا. إن شاء الله يا رب مع فخامة الرئيس عون تكون بداية عهد جديد للبنان، عهد مشرق ومميز، ألف مبروك. أيضا صباح لبنان، صباح المقاومين الشرفاء، الجنرال الرئيس والسيد حسن نصر الله، الله يحميكم يا شرف لبنان. أنتو فاطمة من الجنوب، صباح الخير معكم. ميادة حيدر من بعلبك، منبارك لفخامة الرئيس ميشيل عون، عن جد الدنيا كلها فرحانة بوصوله، وصرنا نحس بالأمان ونحس بلبنان جديد، وطن جديد وكل شيء جديد. تحية من سرعين من بيت شومين إلى الرئيس ميشيل عون. يعني رسائل كتيرة أيضا. ندى بتبعت لنا ألف مبروك. ويعني رسائل كتار عم نقرأ هيك سريعا، عين من يلي عم توصلنا، يمكن صاروا فوق كل يوم فوق 5000-6000 رسالة. كتير حلو. استنظروا أكتر، حيوا حالكم للضغط. أكيد نحن مستعدين، نطرنا هاللحظة وهيك لحظة ما بنتعب فيها أكيد، لأن هلا المشاهدين الأوتي في رح تكتر كتير الله راد، وتكون عندكم كتير ريتنج عالي. تلفزيون الدولة رح نصير قد. لا 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 لا، بقدلوا الأوتي في، بقدلوا في تلفزيون الدولة أكيد موجود ومنحترمه. لا تعرف صارت نكتة هلأ بآخر فترة أنه رح نصير تلفزيون الدولة نحن. لا لا لا، هيدا في تلفزيون للدولة وأنتوا بتضل ونحن منضلك أوتو في. بهمنا يتعزز تلفزيون الدولة وكل الأعلام الرسمي ياخد دوره وما يكون طرف لجهة دون أخرى، بالعكس هو لكل اللبنانيين. إن شاء الله بيرجع لهالدور إن كان بكل وسائل الأعلام الرسمية أكيد. 100%. ناخد اتصال. ألو، صباح الخير، بونجور، جود مورنينج، كل اللغات. إذا عم تسمعونا جاوبونا. بالأرمني صعب يقول، معقول متصل من الأرمني؟ ما بعرف، رح نرجع للاتصال. بارز، تعلمنا أرمني. رح نروح للشرق. شو عنونت بدورة؟ الفعاليات الاقتصادية تتوقع إيجابيات للتكليف، والحريري يستكمل مشاوراته اليوم حكومة وفاق. نوصل لآخر صحف معنا لليوم، مقال بناء اللي عنونت بدورة
عادة البناء بتبلش بالعنوان الإقليمي بترجع بتنتقل للمحلي. جبهات ساخنة في حلب ومشاريع لليمن واحتدام التنافس الرئاسي الأمريكي، نصر الله يرسم ثوابته الحكومية بر ممر إلزامي وثقة بعون ثلث ضامن، فرنجية وأرسلان وكرامي لحكومة الثلاثين والتمثيل الحزبي على الطاولة. رح نرجع نحكي عن هالعنوان ولكن تم النطر المتصل منقول له صباح الخير أو منقول له ما بعرفين معنا. الو مرحبا صباح الخير. صباح النور. معك المهندس سهير راغب مجال الديب. يا هلا تفضل. انا بدي اذكر بس بشغلي، مثل ما بسنة 2000 المقاومة اخرجت الاسرائيلي من الجنوب واهدت النجاح والانتصار الى كل اللبنانيين، التيار الوطني الحر اليوم بعد 28 سنة من النضال اهدى الانتصار برئيس جمهورية لكل اللبنانيين. اكيد. ونتمنى لو ياريت كل الاحزاب اللبنانية تحتذي بهذا التصرف والأخلاق والوطنية على صعيد الوطن بدل ما يكون عند الأنانية الحزبية. فهيدي أنا بحب هديها، وعندي طلب صغير إذا فيه وصله بهالمناسبة هيدي. توصلي لي صوتي للأستاذ جورج ياسمين أو جان عزيز تيناقشوا حلقة مخصوص عن التحرر السياسي والتحرر الاجتماعي. التحرر السياسي أنه نحن اليوم بعدنا من البلد الوحيد اللي فيه بدنا نعيط لخمسة رئيس جمهورية بالبلد، 20 دولة رئيس، 50 أو 5000 وزير وهن منو وزراء ولا رئيس جمهورية ولا مسؤولين، ومنضل نعيط له دولة رئيس هو كان مهندس فاشل بالأساس. فبدنا نبلش الإعلام الإعلام، وأنا عم بطرحها عن طريق الأو تي في لأنه نحن التحرر، أنه نبلش نتحرر من القيود والقيد والذل السياسي. نحن نحترم السياسيين ما في شك، نحترمهم ونحترمهم المعاملة، مش ضروري نضل نزل نفسنا. لما اجى جورج بوش الأب إلى بيروت وزار بيروت واستقبلته الفنانة ماجدة الرومي، عيطت له فخامة رئيس، قال إذا بترجاك يعني بطلت رئيس، صار في رئيس بأمريكا، أنا مني رئيس بقى. فمن هون بدنا نبلش نتحرر سياسيا بهالشكل هيدا. والتحرر الاجتماعي انه يعني بعدنا اليوم متمسكين باخلاق وتصرفات الدوله العثمانيه اللي اهترت وانتهت من زمان، بنعيط له يا شيخ ويا بيك ويا باشا، مع انه هن يمكن لازم ينحطوا بالسجون ويتحاسبوا على اعمالهم. فبتمنى نبلش عن طريق الاو تي في نطرح حلقه ليش بنعيط له واحد يا شيخ ويا باشا، مع انه هذا اذا جده كان بفتره معينه اليوم هو ماذا صنع؟ طب في ناس ما عملوا شيء بحياتهم إلا أخذوا هذا اللقب، ترك لهم يا ماشي الحال. لا أنا ما بدي أسلحهم، يعني إحنا عم نقول ما يصير اللقب، ما يصير اللقب هو الطريقة حتى نحترم. يعني معلش إحنا بنعيط له يا شيخ ويا باشا يمكن بس يظهر شوي ما بعرف شو بنقول له. فنحن خلي يكون التعامل وجها لوجه، ولما ما بنكون عم نتعامل وجها لوجه يكون بالاحترام بالفعل والعمل، مش بس بالألقاب لحتى نطلع من الألقاب والإشياء الرنانة الفارغة. هيدا بتمنى عليكم نعمل حلقة أو مع الأستاذ جان عزيز أو مع الأستاذ جون ياسمين يلي بعزلهم احترام كتير من التهذيب والثقافة، وياريت بقية الصحفيين أو الإعلاميين بيتمثلوا فيهم. شكرا لاتصالك. يعني الأخ كتير موضوعي وعم بيحكي موضوع، يعني حتى بأمريكا رئيس جمهورية بيقولوا له مستر بريزيدنت. صحيح. عندنا نحن اللغة العربية لبيسة وإلى معاني كتير، هيدي إشياء مثل ما قال حضرته اقتبست من الماضي من أيام الأقطاع، ليش بيقولوا له ويعطوه تايتل كان يقتطع ضرائب. صحيح. كانت الألقاب اللي مشيت العثمانيين يكرموا العالم يعطوهم تايتلز إنه في عندك درجة أولى درجة تانية، وإن شاء الله نوصل لمرحلة نخلص منها هيدا، نصير كل اللبنانية مواطنين عاديين. يعني عندنا تحيات من سلمى صليبة بتقول مبروك للعماد عون صباح الخير. أيضا من الضاحية بهمهم وزير عمل يطالب بحقوق العمال إذا في مجال. صباح الخير من حسن عيسى من الدنمارك، أحلى جنرال عون أنت شمس الحرية بلبنان. أيضا بالكويت لبنان، أنا أمل من لبنان من الجنوب بس عايشة بالكويت، ألف مبروك لميشيل عون والله يطول بعمره والله يطول بعمر لبنان ويعمل أمن والأمان، وأملنا بالله وفيه. وأيضا بدنا مصلحة لبنان، رسالة من الضاحية الجنوبية. Un bonjour aussi du député Jean-Michel Ferrand qui a soutenu le général au palais présidentiel en 1989 avec quatre autres députés français.
أنا فرنسويتي مثل لغتك بالصينة. هذا ريزوج أحد النواب ميشيل فران اللي كان مع العماد عون ودعمه سنة 89 مع أربعة من النواب الفرنسيين آخرين بعت لنا رسالة عن جد تحية لألو. هؤلاء من الأشخاص يلي ظلوا ثائرين وجنين معه الجنرال من 89 أكيد. هؤلاء من الأشخاص اللي ظلوا متعلمين. بدنا نختم بس بدنا نروح للكاريكاتير من صحيفة البلد ستافرو جبرة. عون يكلف الحريري ونصر الله يكلف بري. سيد نصر الله بيقول له للعماد عون للرئيس عون يكون يكون عندك أمل، خاف الله وحزبه ما يكون نبيه برا. عن جد. لا أكيد لا، هيدا هذا من دون توصية يعني. يعني بده يكون في مثل ما قلنا في لحمة وفي اتحاد هلا، ولا ما بدنا نقوم بالبلد ونوصل لبر الأمام مثل ما بقولوا، في عندنا شغل كتير. كاريكاتير الجمهورية من إطار مطالبة كل الكتل بوزارات سيادية، يعني صارت المطالبة أكثر من عدد هالوزارات أصلا. هون بنشوف لكن معرفتي الشخصية أنا في خيمة الرئيس كل واحد بياخد حجمه. صحيح، والحق ما يعني الواحد كل واحد بياخذ قد ما بيستحق. واخر كاريكاتير معنا النهار لارما حمصي، الحصص الحكوميه الكتل ناطره دوره مثل كانه على عم تختار منو الاستشارات، ما بعرف كعكه جاتو بوزه مهضومين. يعني هذا الكاريكاتير اللي بيجسد اكيد قصص كثيره بالسياسه. وعلى هالكاريكاتير بدنا نقول لك شكرا لحضورك، موفقين بكره، كلنا موفقين بكرة، يكون نهار عظيم للشعب لبنان العظيم اللي مدعو يحمل العلم اللبناني فقط بباحة القصر بيت الشعب، للتهاني للي رح يودوها لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون بستة تشرين الثاني 2016 الساعة 11 الموعد. أكيد التجمعات قبل الانطلاق من الصباح الباكر، ناطرينكم كلكم بكرة ببيت الشعب. شكرا لك. أنا بس بدي أقول ختاماً أنه نطلب من كل الشعب بكرة اللبناني بيجي يحمل علم لبناني بس. وكمان بدي زيد شغلي، أنا حسيت ما أعطيتها حقها للست نادية وقت سألت، ما كان عندي الكلمات لعبر عنها، بس بدي أقول لها أنت الزوجة، أنت الأم، أنت الأخت، أنت الصديقة، وبتمنى كان عندي كلمات أكثر من هيك بس ما بقدر أوصفها، إلا أنت المرأة الفولاذية، مصدر الإلهام عند فخامة الرئيس لكثير. يعني بتمنى كان عندي كلمات أقدر أوصفها أحسن من هيك، بس هذا اللي بقول إياه، أنت المرأة الفولاذية ونحن شايفين الشيء فيكي، وإن شاء الله تكوني مثل على طول أكيد بتكوني حد الجنرال وراء كل رجل عظيم وامرأة عظيمة. هذا بقدر لي بكرة الشعب اللبناني كله رح يكون مع حلم الجمهورية اللي هيك بلش يلمع بعيون العماد عون مثل ما لمع من 26 سنة. يمكن لوجستيا المكان تبدل، قصر بعبدة تغيرت، الساحة تغيرت، الباحة، لباس العماد عون تبدل، كبر بالعمر، تقدم بالسن، كل هالتفاصيل، بس بعده هو نفسه. ناطركم بكرة مثل ما كنتوا ولا مرة تركتوا وهو ولا مرة ترككم. بكرة الموعد معه الساعة 11 الصبح. شكرا لك نائب رئيس حزب التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية طبعا رامي صابر، وجودك معنا وموفقين لبكرة. أكيد نحن حلقتنا وصلت لنهايتها، ولكن الأو تي في متابعة معكم طيلة النهار لمواكبة كل التطورات واتصالاتكم وتحليل كل الأمور اللي عم بتصير على الساحة السياسية وصولا لبكرة على بيت الشعب، وأيضا لمواكبة الاستشارات النيابية غير الملزمة اللي رح تستأنف اليوم الساعة 11 والوقوف عند آخر التطورات. ورح ينضم لكم من بعدنا هلأ مباشرة زميلنا جاد أبو جودي، ورح يكون معه ضيفين حبيب يونس وفضل تيار، أكيد محفظ الألقاب، أكيد الغنى عن التعريف. تابعونا، باي باي. بيتي أنا بيتك، ما إلي حاجة من كتر ما لديتك، وسع المدى وسع المدى وسع المدى.